السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات VHDL for Beginners. طبعا نحن اليوم راح يكون عندنا تصميم مثل ما بدينا الآن قد المحاضرة السابقة. احنا راح ناخذ اليوم تصميم جديد، هو تصميم المالتيبلكسر. طبعا المالتيبلكسر هو يعني ديفايس معروف أو تشيب معروف، أنه عندك متعدد inputs، من خلال هذه الانبوتس انت تختار واحد منهم بناء على سيلكت معين، كنترول سيلكت. يعني لنفرض انه عندنا مالتيبلكسر 4:1، اذا كان طبعا اذا اربعه من اربع ادخالات معناها نحتاج 2 سيلكترز، واذا 8 نحتاج 3، واذا 2 نحتاج 1. هاي كلها معروفه بالباك جراوند النظريه من المالتيبلكسر، سهله تقدرون ترجعوا لها. احنا شغلنا انه راح نصمم هذا المالتيبلكسر، راح ناخذ 4:1 وراح نصمم هذا المالتيبلكسر باستخدام ال VHDL language. ال VHDL language طبعا عندنا اذا 0 0 راح يطلع لي ال M، راح يطلع 0 X0، واذا 0 1 X1، واذا 0 1 0 X2، واذا 1 1 X3. وبالتالي هو هذا المالتيبلكسر مالنا اللي راح نشتغل عليه. راح نفتح طبعا مثل ما قلنا راح نشتغل على الاي اس اي مثل ما حكيت المحاضره السابقه. خلال الاي اس اي احنا راح ننفذ مبدئيا كل شغلنا حتى نوصل للنهايه. عندنا بروجكت مفتوح راح نسده، هذا بروجكت الان جيت مثل ما تشوفون نفذنا المحاضرة السابقة. المحاضرة راح ننفذ المالتيبلكسر، فعندنا نيو بروجكت نسميه ماكس 4:1، انت بكيفك تقدر تسميه. وراح اشتغل بنفس الشغل اللي اشتغلناه المحاضرة السابقة، نضيف نيو سورس ايضا VHDL موديل وماكس. عندنا كم input؟ عندنا X not X1 X2 X3 والسلكتر عندنا خي ناخذها CEL، وناخذ الاوتبوت مالنا اللي هو، فنفرض انه هو الاوتبوت هو Y. اوكي، طبعا الواي عباره عن اوتبوت، السلكتر هنا عباره عن ايش ايضا ان، لكنه بس السلكتر هو عباره عن بس 1 داون تو 0 لانه 2 بتس. طلاب البي اتش دي يعتبر الزيرو ايضا جزء من البتات، يعني عندك 3 بتات 2 داون تو 0، 4 بتات 3 داون تو 0، بتين 1 داون تو 0. فكانه عندنا اذا عدد البتات ان فإن ناقص 1 داون تو ال اس بي موست سيجنيفيكنت بيت 1 والليست سيجنيفيكنت بيت 0. فراح نفوت على المالتيبلكسر ونصممه بمنتهى السهوله. احنا قلنا الكود تنكتب من الاركيتكتشر، يعني كله كونكرنت بروسيسنج. عندنا الاوتبوت اللي هو واي اقل من او يساوي اكس نوت وين سيلكت شو ساوي لنا 0 0. حلو، else x1 when select شو ساوي 0 1، else X2 when select شو ساوي 1 0، else آخر اختيار هو ال X3. ما حاجة أنا أكمل الشرط. أي واحد منكم راح يقول منين جت هذه الحالة؟
طبعا طلاب راح نعطيكم الإعازات، راح نشرح الإعازات هذه مال وين وإلس وكذا، بس راح نكمل هذا في المحاضرة القادمة إن شاء الله. راح نعطي منين جبت هذه الإعازات. هسه حاليا نسوي سيميليشن طلاب، راح نسوي checks and takes. طبعا نأشر على السيميليشن ونأشر على البروجكت ونسوي behavior checks and takes. طبعا يطلع لي صح معناها انه checks and takes صحيح. هسه نسوي سيميليشن حتى نتأكد من شغلنا صح ولا لا. هاي نسوي فلوت حتى تكبر الشاشة، ونسوي هاي حتى تصير زوم، و اكس نوت نعطيها قيمة 1 مثلا، و ال اكس 2 و اكس 1 نعطيها 0. والاكس واحد اكس تو واحد والاكس ثري صفر. طبعا بالبداية راح انطي سيلكت زيرو زيرو زيرو. فنقدر اسوي الاعطاء للسيلكت عن طريق انسايد ديسيمال، يعني من الصفر الى صفر واحد اثنين ثلاثة، وليس بالباينري ديسيمال. تعرفون الديسيمال العشري والكذا، هنا سووها واحد من سكر حتى لا تدوهم بها. واسوي الرن، فالواي طلعت ايش؟ طلعت على الاكس نوت، طلعت الاكس نوت. إيه اول شرط حقق صح. راح اسوي سيلكت صفر واحد مثلا، راح ناخذ انسايد ديسيمال واحد، المفروض سيطلع لنا قيمة الاكس 1. قيمة الاكس 1 طلعت اللي هي صفر. هسه راح نسوي على الاكس 2، فراح نعطي 1 0 اللي هي بالباينري. فالسلكت انطاها 1 0، فالواي تبعت الاكس 2 اللي هي 1. هسه من راح اسوي 1 1، المفروض تصير 0 على الاكس 3 اللي هو هذا شغل المالتيبلكسر. طلعت 0. اذا تم عملية مالتيبلكسر بنجاح. تشوفون القيم أمامكم 0 0 0 1 1 0 1 1. التروث تيبل تم تحقيقه مثل ما تشوفون بالصورة أمامكم، تم تحقيقه. طبعا مكان الام كان المفروض واي، ما مشكلة طلاب. والسي 1 والسي 2 حتى ندخلها كبص، دخلناها كبص مو دخلناها كبت واحد، حتى تكون المسألة واضحة. إذا المالتيبلكسر تم تصميمه. منين جبت هاي الإعازات؟ أنا قلت أصمم المالتيبلكسر لأنه هو الكور، وإن شاء الله راح ناخذ هذه الإعازات مال وين وسلكت في المحاضرة القادمة. شكرا لكم.